الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الفيلم هو انا مريت وعملت كمساعد مخرج في العديد الافلام تصور على القروان، وكل فيلم نقول انا يلزمني نعمل فيلم على القروان، لكن مش كل كيفية هذه. والتجارب اللي رميت بها على تقريبا 10 افلام صورتها مع الجزيره الوثائقيه، مع المان، مع توانسه، مع بلجيكيين، ديما نقول هذا المخرج هذا راهو ما شبعنيش بالقروان، انا نحس القروان اكثر منه. كل مره كيفاش باش نكتب فيلم على القروان، كيفاش باش نكتب على القروان، فهمت؟ ليه لقيت الثنيه هذه والطريقه هذه للكتابه السينمائيه في اربع قرون من قرون القيروان اللي هم عصور، اربع عصور اهم عصور في تاريخ القيروان. افيق هي بدات تو تقريبا تشارك في برش عديد من المهرجانات، في زوز مهرجانات في المغرب، في كليرمون فيران من اكبر المهرجانات الفرنسيه والاوروبيه في فرنسا، في المانيا، في سوريا، في اسكندريه والقاهره في مصر، زوز مهرجانات في مصر، كارتاج بيانتو باش يصير في اكتوبر كيف شارك. معناتها فما تقريبا 8 مهرجانات تو ديجا باش نشارك فيهم بالفيلم هذا، باش نعرف بالحضاره العربيه الاسلاميه، وبالطبيعه باش نعرف بانتاجي والامكانيات اللي نجم نقدمها في السينما. ما عندكمش برنامج تعملوا مهرجان الفيلم الوثائقي للكره القديمه؟ معناتها والله ماذا بينا كنا مشكلة التمويل، راه المهرجانات مشكلة التمويل. انا عملت تجربة في ايام القيروان السينمائية، التو ما خلصتش الناس، والتو اللي بيدا فيهم ما خلصت، والوتلة ما خلصت، الدعم مش موجود. تمشي وتلقى روحك انت كانك تعمل في حاجة لروحك وما حس بك حد. مسألة الدعم للاعمال الثقافية ترى فضاء خاص، اي مرة حل دارها باش نعمل فضاء ثقافي، ما عندناش بلاصة كتبش دار ثقافة يقول لك خلص لي يمشي عليك الضوء، وخلص لي يمشي يحل لك الباب، وخلص لي وخلص هاي ببلاش بامكانيات. الفيلم الذي انجزه سي طارق شرطاني هو فيلم يستحق بالفعل أن يشاهد من جميع القيروانيين بالأساس، وكذلك يستحق المشاهدة والعرض في 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 تظاهرات ثقافية أخرى خارج القيروان. في الأخير نشكر سي طارق على هذه الرؤية، ونشكره لأنه ليس في العرض في حد ذاته فقط، بل في النقاش الذي أثاره هذا الفيلم، وهو نقاش ثري جدا يثبت أن القيروان ما زال تاريخها يدغدغ المختصين وغير المختصين لزيارته والبحث فيه. استمعنا وشاهدنا منذ حين فيلم وثائقي للمخرج طارق الشرطاني. الفيلم هذايا يؤرخ من زاوية الحرف الكوفي القيرواني، وفيه تقنيات مميزة الحقيقة، تقنيات هي ما يسمى بالفرنسية الجروب لون، ودقق في تناول الحرف. الحرف جامع للحضارة، للمباحث الطبية، للفقه وللأدب. الفيلم هذا كان الحقيقة من التميز بمكان، وأعطى صورة للقيروان في تفاصيلها، مثل الرق الأزرق والحروفية والزوايا للكتابة وشخصية الذين يرسمون مثل المصحف الحاضنة. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.